في عناوين هذه النشرة: الرئيس عون أكد من دار الفتوى على أن لا سبب لتأجيل الانتخابات النيابية. وزراء الخارجية العرب يتسلمون اليوم رد لبنان على الورقة الخارجية. مجلس الوزراء رحل إلى الاثنين بعد تعليق المادة المتعلقة بسلفة الكهرباء. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb. البداية من زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى دار الفتوى، حيث التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مؤكدا أن الطائفة السنية مكون أساسي في البلاد، وعلى أن لا سببا لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة. التقيت سماحة مفتي الجمهورية وتداولت معه في الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة، وأكدت لسماحته على الدور الذي تلعبه الطائفة السنية الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وأهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه. وشددت لسماحتي بأن لبنان اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعاضد أبنائه والتفافه حول دولته والمؤسسات الدستورية كافة، كما تطرقنا إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأهمية التعاون بين جميع الأطراف والمكونات للخروج من الأزمة الراهنة على نحو يحفظ المواطن اللبناني كرامته وحقه في العيش الكريم. تطرقنا إلى علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة، حيث كان الرأي متفقا على ضرورة إقامة أنظمة العلاقات وأمتنها، وأن الأولويات تبقى للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد. حضرة الرئيس، هل تعتقد أن دار الفتوى هي صمام أمان لجميع اللبنانيين؟ بالتأكيد هي سماحة المفتي رئيس الطائفة والتزمين فيه روحيا وأدبيا وإيمانيا. حتى الرئيس، شو بنطمن اللبنانيين بالنسبة للانتخابات النيابية؟ هل هناك تأجيل أو تأخير أو ستجري في موعدها؟ هلا نحن حضرنا كل شيء حتى تصير بأوقاتها حقيقية. هلا اللي بيخلي الناس تشكك هن الأجانب يلي بيجوا لعنا بيسألونا هل في انتخابات؟ حطوا شك عند الناس، صاروا الناس يرددوها. بس أنا ماني شايف سبب حتى تتأجل. ماذا تقول للدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟ ماذا تقول للدول العربية وخاصة لدول الخليج العربي؟ طبعاً في مسعى حالياً، إحنا كمان بدنا نكبر هالمسعى حتى يصير في اتفاق مثل ما كنا بالأول وحسن. ما هو موقفكم من اعتذار الرئيس عبد الحميد عن الجانب السياسي، وهل نرتبط هذه الزيارة بموقف الرئيس الحميد؟ أكيد نحن ما مرضين الطائفة السنية تطلع من العمل السياسي في لبنان، لأنه سمعنا أنه في مقاطعة. نحن ما مرضين تصير مقاطعة، لأنه وقت لبنان بيخسر مكون من مكوناته الكبار، الشيء هذا بيهدد المجتمع اللبناني يلي نحن تعودنا عليه وتربينا عليه. في سياق آخر، أعلن وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنه بعد المناقشة قرر المجلس تعليق المادة 13
المتعلقة بسلفة الكهرباء لمزيد من الدرس، وطلب من وزير الطاقة والمياه وليد فياض تقديم مبررات للسلفة. وأكد الحلبي أن الحكومة حريصة على عدم إرهاق المواطنين، مشيرا إلى أن كل التفاصيل لا تزال قيد النقاش، وكل الضرائب هي على بساط النقاش ولا ضرائب جديدة. وبعد التداول والمناقشة تم تعليق المادة 13 من مشروع الموازنة المتعلقة بطلب السلفة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لمزيد من الدرس. وقد طلب دولة الرئيس والمجلس من معالي وزير الطاقة تقديم المبررات لطلب السلفة ضمن خطة الكهرباء، وذلك بعد توزيع هذه الخطة على الوزراء لإجراء المناقشة بخصوصها، مع تقديم الشروحات الكافية التي تبين من جهة التدفقات النقدية ومن جهة أخرى أوجه الإنفاق، وعرض الإجراءات الإصلاحية المنوي اتخاذها ضمن إطار مؤسسة كهرباء لبنان واقتراح تحديد التسعيرة. وقد أخذ النقاش حيزاً مهماً من الوقت لما لهذا الملف من أهمية في ضبط المالية العامة ووقف الهدر، وبالنتيجة إصلاح الكهرباء وتأمين التيار للمواطنين في طلب سلفي. وانتم بتعرفوا أنه هذا موضوع لاهب بالبلد، لأنه شكل على مدى سنوات فجوة كبيرة للمالية العامة. نحن اللي عم نطلبه أنه تجي ضمن سياق لنعرف النتيجة وين رايحين وين جايين في هذا الملف. واليوم تتجه أيضا الأنظار المحلية إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت، حيث من المتوقع أن يحمل وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب الرد اللبناني على الورقة الخليجية التي كان نقلها وزير الخارجية الكويتي إلى لبنان في الأيام الماضية. وفي السياق، أوضح الوزير أبو حبيب في حديث إلى قناة الجزيرة أنه تم إعداد الرد على المبادرة الكويتية من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة، الذي شدد ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان خلال لقاء مشترك على أن يكون الرد إيجابيا. نستمع إلى أبرز ما قاله الوزير أبو حبيب إلى الجزيرة. لا أعتقد أن هناك كان في بالورقة الكويتية أي شيء بالنسبة لإيران أبدا. طبعا لحزب الله من دون شك، حزب الله حزب سياسي لبناني إلى جانب أشياء تانية بيعملها طبعا عسكرية، لكن اللي بدي ارجع عيد اللي قلت لك اياه، كان في تشاور، لكن مسؤوليه الورقه هي مسؤوليه الحكومه، وهيدي مسؤوليه دائما هي مسؤوليه السلطه التنفيذيه. نحن بنعتبر دول الخليج العربي هي دول صديقه وشقيقه، وبهمنا انه نحن يكون في علاقه ممتازه كما كانت في الماضي. طبعا هناك مشاكل وسنسعى أن نحل هذه المشاكل، عندنا اقتراحات بهذا الشأن، وسنسمع أيضا وجهة النظر الكويتية بهذا بالاقتراحات اللي حنقدمها. لفت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه كل يوم هناك خرق جديد للدستور والقوانين، فبدلا من أن تطرح الورقة الكويتية على مجلس الوزراء لمناقشتها، اختزل رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة المسألة بأشخاصهم، وكلفوا وزير الخارجية والمغتربين بإعطاء جواب لبناني رسمي. وأوضح جعجع أنه لا شيء بالدستور اسمه الرؤساء الثلاثة، هناك رئاسة الجمهورية، مجلس النواب ومجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الرد على الرسالة الخليجية هو من صلاحيات مجلس الوزراء حصرا. عضو تكتل لبنان القوي النائب العون رد عبر برنامج رح نبقى سوا من الأو تي في على الكلام الأخير للنائب السابق وليد جنبلاط. هذا لنكون يعني دقيقين بالتعبير اذا بحب وليد بيك، هذا العهد احترق دينه، مش حرق ديننا، احترق دينه من وراء كل هالتركه اللي ارتكبوها كل هالسنين واللي انفجرت بوجهه. هذا التوصيف الحقيقي للواقع اللي احنا عشنا فيه.
نحن كتيار وكرئيس جمهورية احترق ديننا من كل شيء عمينه بهالبلد، الفجر كله بوجهنا، احترق ديننا بكل هالتركة المالية وهالفجوة اللي عمينها، كل هالنهب وكل كل هالسياسة اللي انعملت اللي بجد وجهنا، احترق دينا من الإهمال يلي خلى انه هالنترات يبقى بالبور ما نعرف فيه ويرجع ينفجر بوجهنا، احترق دينا بكل هالممارسات يلي خلت البلد يوصل لهالحالة. ايه هيدا احترق دينا مظبوط، بقى وكان بده بس فرق معه حرف واحد يقول احترق دينه مش حرق دينه. قانون الهوية التربوية يدخل حيز التنفيذ، فكيف سينعكس على الطلاب؟ جينيفر مزرعاني. قانون الهوية التربوية من بين القوانين القليلة اللي بتدخل حيز التنفيذ بوقت قصير. القانون بنص على أنه كل تلميذ وطالب بلبنان بصير عنده هوية تربوية مع رقم مرمز يمنح له عن دخوله إلى أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية مرخصة، وبضل معه طيلة فترة دراسته ويذكر على جميع شهاداته. وزارة التربية والتعليم العالي مستلمي إدارة الهوية، وبعد صدور القانون بالجريدة الرسمية أصدر وزير التربية عباس الحلبي تعميم بيوضع القانون على سكة التنفيذ. هيدا القانون بيمنع التزوير بالشهادات مثل ما سمعنا مؤخراً عن بيع الشهادات، أكان للبنانيين بدهم يترقوا بالوظيفة أو بيع الشهادات لأشقاء عرب أو غيرهم. هيدا القانون إذن بيمنع التزوير، بيمنع ازدواجية تسجيل بأكثر من مدرسة، لأنه كمان في مدارس فيك كاذبة، وهذا بيسهل على الدولة على وزارة التربية وعلى من يريد تتبع الأثر الأكاديمي تبع الطالب في مساره العلمي. بالإضافة إلى فعالية القانون بالحد من الغش والتزوير والفساد، الطلاب رح يستفيدوا منه عبر المنح المدرسية. هذا القانون أيضاً بيخلي الطالب يكون مربوط بوزارة الشؤون الاجتماعية، المؤسسة الوطنية للاستخدام، حتى يتسهل توظيفه بعد ما يتخرج. هذا القانون بيربط الطالب بوزارة الصحة والضمان الاجتماعي والأمن العام ووزارة الخارجية إذا كان طالب أجنبي عم يدرس بلبنان. أما القضية اللي بتهم المواطن اليوم يلي عم بيسمعني، هذا القانون والهوية التربوية رح بتسهل توزيع المنح على التلاميذ في لبنان، تلاميذ اللبنانيين من قبل الوزارات المانحة إذا أهلهم بيشتغلوا بالدولة أو بالجيش، أو حتى لو ما عندهم أي تقدمة الدولة بتصير تعطي حسب المنح الجاي من الخارج من مؤسسات أممية أو منا مساعدات تساهم في تخفيض الأقساط على الطلاب اللبنانيين في المدارس الخاصة. إذا باشرت وزارة التربية العمل بوتيرة سريعة، من المفروض تخلص الترتيبات اللازمة قبل نهاية العام، وبتم تنفيذ الهوية التربوية ببداية العام الدراسي الجديد. أعلن التفتيش المركزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن قبل يومين من انتهاء فترة التسجيل في برنامج دعم المحددة في 31 كانون الثاني، سيستمر فريق عمل مركز تلقي الشكاوى في التفتيش المركزي في تلقي الاتصالات يومي السبت والأحد من 9 صباحا وحتى 5 مساء. هذه النشرة مستمرة مع أخبار إقليمية ودولية، ولكن بعد الفاصل. في الأخبار الإقليمية والدولية، كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مطالب بلاده بالحصول على ضمانات أمنية ملزمة من أوروبا بشأن الأزمة في أوكرانيا، فيما أعلنت فرنسا أن الاتصال أتاح التفاهم على ضرورة نزع فتيل التصعيد، وتوافق الرئيسان على ضرورة مواصلة الحوار في الأزمة الأوكرانية وفق ما أعلن الإليزي. وقالت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس بوتين لم يبدي أي نية عدوانية، وقال بوضوح إنه لا يسعى إلى المواجهة. من جهته أعلن الكرملين أن بوتين أبلغ ماكرون بأن روسيا تحلل حاليا الردود المكتوبة التي تلقتها من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحاته، وأنها ستقرر لاحقا خطواتها المقبلة.
أفاد مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن روسيا تواصل في إطار التحقق من جاهزية قوات الرد السريع لدولة الاتحاد نقل المعدات والأسلحة وإعادة نشر القوات في بيلاروس. وفي إطار هذه العملية تم نقل كتيبة منظومات دفاع جوية مدفعية صاروخية إلى أراضي بيلاروس بالقطارات من الدائرة العسكرية الشرقية في روسيا إلى محطة التفريغ في بيلاروس. أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تعليق الرحلات إلى العراق مؤقتا بعد الهجمات الصاروخية التي استهدفت مطار بغداد، وعزى البيان الصادر عن الشركة قرارها إلى الوضع الراهن في الجمهورية العراقية. وأمس أفاد مصدر أمني عراقي عن تعرض الجناح العسكري في قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد الدولي إلى قصف بستة صواريخ كاتيوشا. إلى ذلك دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ، معتبرا أنه يأتي في مسار زعزعة أمن العراق واستقراره. وأكد خطيب زادة أن إيران دعمت على الدوام إرساء وصون الأمن في العراق وتقدمه وتطوره ونشر الأمن الشامل فيه ووحدة أراضيه، وتدعم إجراءات الحكومة العراقية لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد. نهاية النشرة. للمزيد تابعوا ألو تي في دوما عبر إنستغرام، فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.